والاجواء ديال هذا ديال العيد راه ما كاين لا اجواء لا والو فهمتي مع الحجر الصحي والوباء ديال الكورونا. ايوا انت اخي كما كتشوف الحضر تجوال هذه تمشي عند العائله ما كاين لا مصلى لا والو فهمتيني. ولا ملي فات راه كان كعرف 10 ايام قبل رمضان قبل العيد الصغير راه بنادم كيخرج كيمشي يدور يشوف الحوايج الوليدات العيد يمشي عند الناس العائله ديالو ثاني سر رحم بيناتنا. ودابا راه خلاص ما كاين والو ما كاين لا عائله لا والو راه التليفون وصافي هادشي اللي كاين. عندي خرجوا جوج وليدات ديتي لهم حوايج العيد واخا ما خديت لهم حوايج العيد لا والو اش تاخذ حوايج العيد كلشي ساد انت خديت لهم حوايج العيد اش غيديروا بهم غير يفرحوا بهم ما والو يبقاو الدار. والحمد لله حتى هذا الوباء ان شاء الله ناخذ لهم حوايج العيد نفرحوا بوكو دو ديفيرونس باسكو لاني il y a de corona il y a pas de marché personne ne circule c'est ça la différence année ça et l'année derrière. Mais alhamdulillah, Dieu nous protège toujours, ça va. Le corona est parti, misian, alhamdulillah. Toujours, nous partons la mosquée, prière, préparage, habillé, partir les voisins, c'est ça. Mais là, l'année, je n'ai pas fait ça, parce que le corona, restez-vous, tout le monde restez-vous. Si il y a une joie de l'Aïd, de l'Aïm, ma petite bench, de Sifani, hier. يعني مزاولة مع الكورونا المستجد كورونا راه حنا يعني تيبان لنا العيد راه حنا غنبقاو مستقرين في ديورنا يعني مع وليداتنا ومع سميتو مع وليداتنا وحاضنين وليداتنا وراه حنا تسناو يترفع الحجر وهي السابقة كتفيق الصباح كتصلي كتشوف العائلة كاملة كتدور على الأحباب. دابا ما كاينش ما غدور والو غتبقى في الدار ديالك ساد عليك حتى يحل الله. كاين شي وليدات صغار؟ بيان سور كاين وليدات. درتي لهم حوايج العيد ولا؟ خدينا لهم شويه باش نكالميوهم ونثبتوهم كما باش ما يبقاوش حاسين بديك الفرق ديال العيد ديال السابق والعيد ديال دابا. يلبسوهم ويجلسوهم في الدار.